جمعية الحمامات. وليد بن سالم في تنفيذ رمية السبعة أمتار. وليد في حوار مع منتصر رونيسا ويسجل النقطة الثانية. مع أمين الشاوش، تغيير على مستوى الحراسة من جانب سبورتينغ المغنين. وليد بن سالم ويسجل، يسجل تسعة أمتار. تعود الكرة وليد بن سالم، وليد بن سالم ويسجل، يسجل النقطة رقم 17. سيف البوزيدي، تصعيد الكرة بسرعة ويربح التسعة أمتار. ثبت تسعة أمتار. وليد بن سالم، وليد بن سالم، وليد يسجل النقطة رقم 19. سيف البوزيدي والاستبعاد، استبعاد بدقيقتين لإسلام حقونا. ترجع الكرة الآن في مكان المهدية. وليد بن سالم، وليد بن سالم ويسجل، يسجل النقطة رقم 20. خلص الفارق. سيف البوزيدي اختار عدم التسرع في الهجوم. 20 يمشي لتنفيذ الكرة في حوار مع فاروق مرزوق. وليد بن سالم ويسجل النقطة رقم 22. سبورتينغ المقنين الآن. حكيم بوشير إسلام حقونا. المزيري، وليد بن سالم، وليد بن سالم التصويب ويسجل، سجل النقطة ويعدل النتيجة 23-23. حمزة الرئيس. وليد بن سالم، رأينا للتركي. وليد بن سالم محاولة المرور ويسجل، سجل النقطة رقم 27. 27-28 يخلص الفارق ما